السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الخوت قبل ما نبدا ديروا لي شي لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم على الانستغرام ديالي هي والفيسبوك حتى هو. مرحبا بكم عندي كاملين ويلا نبداو الفيديو ديالنا. وهذه فيها الزرق فيها الحمر فيها والخضر فيها والبنفسجي فيها والبلونكاسي فيها والخروف. وهذه فيها الصراحه ملي كتمشي لواحد المحل غالي وكتدخل وكتبدا تقلب وتشوف وهادي وانت راه ما في جيبك حتى ريال حازق ما عندك والو ولكن كتقول لي كتشوف كتبقى تقلب هادي وتسول هادي وفي الاخر كتخرج ما كتشري حتى شي حاجه. انه الرجل المغربي فلا داعي للاستغراب. سمعوا سمعوا منين السته جايه زعزع خاطري زعزع خاطري نص الليل لا قلت لها بحال قلت لها لاباس بخير هذيك قلت لها شي فيك واحد تخليطه زوينه شتيك سي لا بحال الشملة قلت لها توي سامبل او ميم طو تيبان قلبك زوين لا قلت لها عقلي عليها حنا غنتزوج شنو وقع في هذيك الوقيته ما عرفتش سبحان الله. شوف انا نقول لك واحد القضيه ما كنتش كنامن بهذا الشيء الحب من النظره الاولى ولكن راه شوف شفتها واهم حاجه عندها هي الاهتمام ومرا ديال الزمان فهمتي فريمون مرا ديال الزمان واهم حاجه عماد هي انه دخلت القلوب الاسره كامله وخاصه الوالده ديالي وهذا الاستقرار وهذا الجو والحمد لله الله يكمل عليكم بالخير الله يدوم المحبه فقط للمتزوجين يعرفوا هذه الحركه. يلا شكون عنده شي تلفازه خاسره في دارهم كيدير هذا نقول شي ميرس هذيك التلفاز كتحط ليه الفلوس كيخبط خبطه مع ديك التلفاز هاك زيد حاسب بلا شحال من وحده حطت ليه الفلوس كل وحده بدقه جاب العود طرقه جاب حتى هذيك الشفره ما غاديش يقولوا لي صافي جمع الفلوس باش يمشي يشري تلفاز اخرى ولا حاجه في الطرد الزبل صافي طلب عليه بالفن وهانتوما على مي نعيمه. واو 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 بدوي ولا تبقى هذه البدويه ايوا هانتوما على مي نعيمه ولات وحده اخرى شنو تدونس كون ما طرفيني على مي نعيمه وفرنسي في مشكلة في مياه الشرب في الجزائر يا جماعة في الجزائر المياه بتقطع بس لا هي مش بتيجي تاني هي بتقطع بس يعني في مناطق وصلت ان المياه بتيجي ساعتين في الاسبوع الناس يدوبك تجري تلحق تخزن المياه اللي بقيت الاسبوع انتوا متخيلين احنا التيم بتاعنا عمل صورة للمناطق اللي ما فيهاش مياه ودي كانت النتيجة يعني تقريبا المياه بتقطع او ما فيش مياه في المناطق الملونة باللون الوردي متخيلين او يعني بمعنى صح المياه بتيجي ساعات بس يا جماعه خلاص الجزائر محدش يقلق لان في الفتره الاخيره موضوع المايه بقى قضيه راي عام ومن اولويات الحكومه والرئيس والاعلام اخيرا كلموا عنه. في ولايه اشلف يشتكي سكان قرى بلديه سنجاس من انعدام المياه الشروب. منذ سنه كامله تذبذب كبير في توزيع المياه الصالحه للشرب مخاوف عوده ازمه التشكيل في الماضي ويزيد الطبل حرب مازال نقص نسبي في المياه على هذا الماء يتقطع الا ليله العيد والعيد الكبير اللي فيه الأضحية هناك نوع من المؤامرة لخلق إشكال عندنا وفي أماكن حساسة هي عملية خبيثة لخلق البلبلة الدول المغرب عاوتاني لزعزعة الاستقرار هذه معروفة اليوم نشوفوا وزير الموارد فيما كانت عندهم شي حاجه يقول لكم مؤامرة الاسم ديال الحمادات لانه في اي لحظه راه معرض للقتل
وزير الموارد المائيه في الجزائر عايز بفوج يحميه عشان معرض للقتل. لا الجزائر مختلفه برضو بصراحه، انا اول مره اسمع ان حد عايز يقتل وزير المياه. انا اول مره كنسمعها. دلوقتي السبونج بوب ولا ابو عروسه البحر؟ بعدين ثانيه واحده، هو ده بيموت زينا ولا عايز له مسدس ميه؟ الله يعين على الجزائر. بس هنا يا جماعه من غير هزار، من غير هزار، ازاي رئيس الجزائر السيد تبون بيقول ان في مؤامره على ميه الشرب؟ انا عارف نظريه المؤامره في تهريب الغاز، مؤامره الكورونا، لكن اول مره اسمع ان في مؤامره في ميه الشرب. يعني الناس بيسيبوها في الشمس تتبخر يعني ولا؟ الله يلعن طاب على شي قلبوا هاد جوش ولا سميتو هو كاع، ما بقاش الثقه. ما اثق فيكم، اثق في ابليس ولا اثق فيكم. هذا بيموت. ما اثق. ايه مالك؟ بغيت نقول لك واحد الحاجه. شني هي؟ صافي باغي نسالي ياك. هذه هي الهضره الثانيه ديالك. يلا نسالي. الو فين مزيان؟ الو الو الدري راه مصاحب. اغي الوالده هذه. المال لا يشتري السعادة. أنا وصاحبي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثناش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين. سمع على ثلاثة. سمع واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشر. ناري فشلني بالضحك. قهرونا هذوك البرامج ديال الطبخ، ملي كيشيط لك شويه ديال الجبن في الثلاجه، ملي كيشيطوا لك لافوكا كنستعملوها ما تلوحيهاش. لافوكا كنجيبوها غير في رمضان، تدخلي انت لدارنا انت نقدروا ناكلوك. يبقى ضربه مرمى لصالح الكونغو، ضربه مرمى لصالح الكونغو. يسلم على الفريق الاحتياطي كله. احنا في عزا ناخذ كل السلامات يا مخنا. كله دابا يسلم على التيران كله. هذا السياره تمشي بالطاقه الشمسيه. اول مره كنشوف انا الطوموبيله كتمشي بالطاقه الشمسيه. اول مره اسماء بيوتي دارت عقيقه ملكيه لبنتها. شوفوا لا اله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. كيبان لي هادشي مبالغ فيه كثر من القياس. يكفي الانسان يدير شي حاجه بسيطه عاديه يفرح بوليداته وينشط مع راسه وعادي، ولكن هادشي بزاف اصاحبي. هادشي راه تيجي بالعين، كيجلب هادشي العين. الله يحفظ السلامين ما ضربوك بالعين ديالهم اختي اسماء. انا علاش كتفلي على الناس؟ هنا نكون وصلنا لخط الفيديو الخوت. كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ديروا لايك او بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. الى كشي اول مره كتشوفوا القناه ما تنساش دير اشتراك القناه وتفعل مع الجرس، وما تنساش الخوت تخليوا لي التعليق الزوينه ديالكم. تلقاو ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام عليكم.